دكتور أحمد يوسف، أهلا وسهلا بحضرتك معانا، سعداء جدا بوجودك. أهلا بك يا دكتورة درية، أنا أسعد والله بالحضور في هذا البرنامج المتميز. أهلا وسهلا بحضرتك. حضرتك أستاذ علوم سياسية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وذكرنا في المقدمة أنها الحقيقة أنتجت نخبة من المفكرين في شؤون السياسة والاقتصاد والإحصاء أيضا. إيه اللي بيميز الكلية دي يا دكتور؟ والله يعني الكلية دي أولا أسست في مناخ نهضوي، مناخ تقدم. يعني الكلية أسست أواخر الخمسينات، يعني كان في تجربة في مصر وكان في محاولات للنهوض، فكان في مناخ عام إيجابي. ده أول شيء. الشيء الثاني، أنا لا أعلم طبعا بحكم أني وقت إنشائها كنت ما زلت مثلا في المرحلة الإعدادية، لكن لا أعلم الظروف التي تم فيها اختيار الشخص الذي سيؤسس هذه الكلية، وهو المرحوم الأستاذ الدكتور محمد زكي شفعي، وهو كان قامة رفيعة تجمع بين العلم وقوة الشخصية والأدب، وبالتالي لعب هذا الرجل ومعه طبعا كوكبة من خيرة أساتذة مصر، الأستاذ الدكتور بطرس غالي، الأستاذ الدكتور رفعت المحجوب، يعني لا أريد أن أعدد أسماء كثيرة، لكنه يعني نجح وهذه النخبة المتميزة في وضع أسس الكلية. فعلا أزعم أنها تضارع أرقى الكليات المناظرة لها في العالم المتقدم. وعلى هذا الأساس يعني بنيت الكلية. وأنا أذكر مثلا أن أساتذتي في قسم العلوم السياسية، لا أبالغ على الإطلاق إذا قلت أنهم كانوا قمما. صحيح. يعني الأستاذ الدكتور بطرس غالي الله يرحمه غني عن التعريف، يعني علم وشخصية ووطنية وإلى آخره. مثلا الأستاذ الدكتور حامد ربيع كان يعني زي ما بنقول في التعبير العام فلتة، يعني ألف في الثمانينات مثلا كتاب عن الأمن القومي العربي، تقرأيه الآن فكأنك تقرأين ما يجري الآن. الأستاذ الدكتور عبد الملك عودة عليه رحمة الله أسس مدرسة في الدراسات الأفريقية. لم يكن هؤلاء الأساتذة ينقلون أحدث ما في العلم من الخارج، ولكن كانت لهم رؤيتهم. يعني وهذا هو ما يميز هذه النخبة الرائدة. وبعدين طبعا بحكم مكانة الكلية أيضا كانت تستقطب خيرة الطلاب، وبالتالي دارت العجلة بقى. يعني تنظيم جيد، نخبة من الأساتذة المتميزين، استقطاب لأفضل العناصر من الطلاب، والكلية الحقيقة كان ليها يعني سمعة جيدة في ذلك الوقت، وبالتالي يعني اكتملت أركان الحلقة وأنتجت هذه الأجيال المتتالية من علماء السياسة والاقتصاد والإحصاء وما إلى هذا. أنا طبعا بتفق مع حضرتك في هذه النظرة، وأشرف بالانتماء لهذه الكلية فعلا. طبعا.